فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم خروج المرأة إلى الصلاة وقد تطيبت؟ لا يجوز لها ذلك، لا يجوز لها أن تخرج وهي متطيبة، لأن هذا يفتن بها ويلفت النظر إليها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، تفلات يعني غير متطيبات وغير متزينات. نعم.